بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما أدينا الواجب الملزم أمام الدعاء على قبر الشهيد الذي شهيد محسن فكري الذي راح ضحية سياسة الحجرة، قررت على أن أخذ هذه الكلمة أمام قبره وأن على أساس أن يطمئن كل الذين تضامنوا مع هذا الشهيد البطل. وود أن أقول من خلال هذا الفيديو على أنني أعاهد الله على أنني أن أستمر في الدفاع عن قضيته وعن قضية جميع الذين خرجوا مع هذا الشهيد، ثم حتى لا نقول أن هناك مزايدات لا سياسية ولا كذا. هذه القضية قضية البطل، هي قضية جميع الأحرار، ولا يحق لأي دكاكين سياسية أو أي من ينتمون إلى الجمعيات المسيسة أن يركبوا على هذه القضية. قضية الدفاع عن الشهيد البطل هي قضية جميع الأحرار، ولا يحق لمن يريد أن يركب اليوم على هذه القضية. لهذا أوجه لكم الكلمة هذه، أنني أعاهد الله وأعاهد الشهيد البطل على أن قضيته ستكون قضية حرة، لا يركب عليها، لا يحق الركوب عليها من أي طرف كان ينتمي إلى الأحزاب السياسية أو إلى جمعيات ممخزنة أو أن يتكلم أحد باسمي هذا الشهيد. سنصر، بخصوص ما يروج بأنك تعرضت في تهديدات، ما مدى صحة هذه الحوادث؟ فعلا تعرضت لتهديدات وتعرضت لمضايقات من طرف مجهول الهوية عبر اتصالات هاتفية، ولكن أقول لا قبل شنو كيقولوا لك في هذه الاتصالات؟ شنو النوع؟ الاتصالات كاين واحد الكلام لا يعني لا من الأخلاق ما نقدرش نتصرف فيه. أكثر من رقم هاتفي ولا رقم واحد؟ يعني أرقام مجهولة للهوية. بلغت السلطة؟ ما بلغت السلطه، لان هذه المساله هذه تعرضت لها اكثر من مره، وتعرضت لها ماشي مره ولا جوج، يعني من نهار اللي بديت كندير الفيديوهات. ولكن في هذه المره الاخيره تعرضت لمضايقات كثيره جدا، يعني المضايقات يعني تاتينا عبر الاتصالات الهاتفيه، فيها سب وشتم وتهديد، وعلى اننا سنقطع راسك وان لم تبتعد عن الحراك هذا. ولهذا اقول ان هذه التهديدات لن تثنيني على مواصلتي. وصل الامر قطع الراس؟ نعم، وصل بالامر الى قطع. هذه رساله هاتفيه ولا مكالمه؟ لا ماشي رساله، كاين هذه اتصالات مكالمه هاتفيه كتوصلني من مجهولين، انه اذا الى ما غنسحبش من هذا الحراك الشعبي العفوي اللي سيقطع راسك، سيقطع راسي او تسلخ الجسد سميتو الجلد ديالي. مما يعني ان هؤلاء اليوم يريدون حقيقه ثانيا عن الاستمرار في النضال ديالنا والمطالبه بمطالب مشروعه وعادله ومطالب اجتماعيه. تفكر دابا تقدم شي شكايه في هذا الشيء؟ لحد الساعه انني قلت فكرت انني نقدم شكايه، ولكن غادي تكون شكاية طبعا مجهوله، لانه ما كاينش الاشخاص اللي فعلا وجهوني وجها لي وجه. مستعد للبحث الا فتحوا معك التدليب هذا الشيء؟ طبعا مستعد للبحث، مستعد لهذه المسائل هذو، ولكن فقط اللي نوضح واحد الكلمه، وهو انه هاد التهديدات هادو وهاد المسائل هادو تاتي من اشخاص مجهولي الهويه، مازال ما عرفناش شكون هي النوعيه الجهه المعينه اللي كتقوم بهذا التهديد هذا، مما يعني ان هؤلاء اليوم مجرد جبناء لا يستطيعون. شحال مره تكرر هذا التهديد؟ شحال مره تكرر التهديد هذا؟ يعني منذ يوم اللي بديت فيه انا كنخرج بالفيديوهات، ولكن مؤخرا في هذا الحراك هذا تلقيت تهديدات كثيره ومن مجموعه من الاشخاص مجهولي الهويه. شكرا.